كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%. وأشار المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حيث تم التأكيد على أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير المقضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة أباتشي الأمريكية في ضوء ما يوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الوزير مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له بمدينة العالمين الجديدة حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات وذلك لمناقشة ملفات عمل الجهاز. تولى الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 73% ليسجل 28,992 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 39% ليسجل 6,634 نقطة وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 22% ليسجل 9,527 نقطة. انخفضت أسعار النفط في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيدا من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 45 سنتا أو نصف نقطة مئوية إلى 82 دولارا و18 سنتا للبرميل في حين نزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا إلى 79 دولارا و62 سنتا للبرميل.